الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ، البارحة كان في بيدي كتاب المؤلف مسكين جاهل، لكن حاطط حاله بين العلماء وعم يردد عبارات سامحنا الله وإياه. من جملة الانتقاد على الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الكمالية اللي نحن عم نقولها هلا بالصلاة، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. مسكين فهمان بالعكس، فهم كمال الله عدد كمال الله، الله عز وجل كمالاته لا نهاية له، لا نهاية لها، ولا يصح للإنسان أن يعدد كمالات الله، هذا لا يمكن أن يحصر ولا يمكن أن يحصى. وهذا من علامة الجهل بالأحكام العلوم الشرعية أو الجهل باللغة العربية، هي عدد كما لله، يعني من مخلوقات وموجودات كما لله، كما لله من مخلوقات وموجودات، بعدد كمال كما لله من المخلوقات والموجودات، نسأل الله أن يصلي على رسول الله. أما كمال أي ما بتصح، واحد يقول كمال الله يعني بدي يعدد كمال الله، هذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بعض الصحابة أن يقول عدد خلق الله وعدد رضا نفسك وعدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. مسكين في ناس، بس إذا كان واحد منكم سئل شان يعرف شو معناتها الكلمة كمال ولا كما، كما لله، كما لله من مخلوقات، هذا مشان تتنبهوا ليها، حتى اذا شي واحد بده يتفلسف نكون نعرف نجاوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهينا مترجلا. مش عبد القادر، جماعتك قاعدين لحدهم، الله يرضى عليك. لا، أوسعوا له يجلس بينكم والذي أمامكم يأتي إلى هنا. أنه جاي من فرنسا لحتى يتفقهوا في دين الله، فالله يرضى عليك عبد القادر مترجم لهم، زادك الله توفيقا يا شيخ عبد القادر. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهينا مترجلا، قال: ولا تصبح يوم صومك عبوسا. وأجب دعوة من دعاك من المسلمين
ما لم يظهر المعازف فإذا أظهر المعازف فلا تجبهم وصلي على من مات من أهل قبلتنا وإن قتل مصلوبا أو مرجوما فلأن تلقى الله بمثل قرب الأرض ذنوبا خير لك من أن تبت الشهادة على أحد من أهل القبلة هذا ما أصر شيء بالحديث كلكم كتبتوا ايه قبولي شوي كل واحد يكي 5 سنتيمتر مشان تفتحوا طريق للإخوان اللي عم يجوا ايه اللي بيحب الشيخ بيتحرك يا الله يرضى عليكم لازم دائما الأخ المؤمن يحسب حساب إخوانه إخوانكم بالصلاة بعض أوقات عم يوقفوا برا بلا صلاة السبب اللي بيجي بيوقف هون وبيترك جوا فاضي شوي فخلوا مجال مفتوح مشان الإخوان يلي بده يفوت لجوا هالوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسلم أوصى بها النبي ابن مسعود لكن المقصود فيها كل مسلم من المسلمين إذا أصبح صائما غير شهر رمضان الصيام الدائم والمقصود في غير شهر رمضان أن يصبح دهينا مترجلا من جمال الإسلام أن دين الله عز وجل يحب دائما أن يظهر فيه المسلم بأجمل مظهر المظهر الكامل هو من مظاهر المؤمن والمؤمن الذي لا يظهر بالفضيلة والكمال الخلقي والجسدي فهو لم يدرس الإسلام الدراسة الحقيقية الصيام عبادة وطاعة يظن بعض الناس أن العبادة والطاعة يجب أن تكون في حالة مزرية أو حالة فقر أو حالة ذل لذلك بيظهر بعض المتعبدين بحالة فقر وذل هذا يا ابني فيما بينك وبين الله فقط في ظلمات الليالي تظهر بالذل فريش التراب وتعبد عليه نكون انت من اهل الفضيلة فريش الصفوة وصلي عليها فهنيئا لك تلك النعمة نعمة التواضع الى الله اما بين الناس فالمفروض ان تظهر باكمل مظهر وباجمل مظهر لان دين الاسلام هو دين الجمال دين النظافة دين الكمال ما فيه وساخة ولا فيه تعتير ولا فيه مظهر غير لائق سيدنا عمر كان يقول رضي الله عنه كل ما تشتهيه نفسك والبس ما تتزين به بين الناس كل
ما تشتهيه نفسك، والبس ما تتزين به بين الناس. ما رضي الإسلام للمسلم أن يكون إنسانا بهيئة مزرية أو هيئة غير مرضية، لأن دين الله كمال وجمال. فإذا بدك تصوم ولا بد، لا تظهر على نفسك الصيام حتى ما يدخل الرياء. في رمضان ما في رياء، لأن كل المسلمين صائمين، ما بيدخل الرياء في رمضان. أما في غير رمضان صام وشفافهم أشبه بيني، شو صائم؟ إيه والله صائم. وإذا راح لبيت أخته حطوا له أكل، والله صائم. لبيت عمه بيقول والله صائم. كأنه في كل حركة من حركاته بده يبين حاله بأنه صائم. الإسلام بيقول لك لا، لما بتصوم في غير رمضان امسح شفتيك دائما، أن لا يظهر عليك أثر الصيام. والدهن، دهن الطيب وتعطر حتى تتم دائما جمالك. الادهان كانوا يدهنوا بالزيت، لذلك كان النبي يقول كلوا الزيت وادهنوا به. فالادهان بالزيت بيجعل الإنسان دائما في جمال ونظرة. لما بيمسح وجهه بالزيت، لما بيمسح شعره بالزيت، بتم دائما عم يلمع. هيك الإسلام بده اياك تكون دائما عامل بوليش لوجهك، بوليش لشعرك، يعني دائما مبين عليك الجمال الكمال. هذا الإسلام. أن إذا أصبحت أصبح يوم، إن أصبح يوم صومي دهين، أن أصبح يوم صومي دهينا مدهون جميل جمال، غير دهينا قال مترجلا. مترجلا ما يعني ماشي على رجليك، مترجلا يعني مصرح شعرك، شعرك مرجله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليرجله. في حديث يكرمه وفي حديث يرجله. الترجيل هو التسريح، والتكريم دهنه بالزيت. هلا بدال الزيت بالبيلي كريم، مو بيلي كريم بيحطوا له بيلي كريم، حط بيلي كريم وصرح شعرك. اما ان تظهر وشعرك مكنفش وظاهر مثل اللي بيعمل شعره مثل الانفده الكبيره، هذا يكرهه دين الله. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وشعره اشعث، معنى اشعث يعني ما مصرح منفوش، فالنبي قال اما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ ليش ما لدهنه؟ اما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ من كان له شعر فليرجله. وتستغرب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المشط والمراية والإبرة والمسواك صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهم في سفر ولا حضر. وين ما راح هذول دائما معه، المشط والمراية والإبرة والسواك والمكحلة كمان، هاي الخامسة. هذول خمس أشياء كان النبي ما يتركهن أبدا صلى الله عليه وسلم. المشط معروف، والمراية في زمن النبي كانت سطل المي، كان سطل المي من من جلد أسود ويعبوه مي، فلما يطلع يشوف وجهه بالمي، كان هذا المراية تبع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أينما ذهب معه المرآة ومعه المشط والمكحلة والمسواك والإبرة صلى الله عليه وسلم. فما كان يرضى أن يرى مسلما وشعره غير مزيت.
هلا اكثركم شعره مو مزيف، اكثركم ما يحاط بالكريم على شعره، اذا ما كنتوا الاكثر يعني بال195 فيكم، لانه ما درستوا هالحديث ولا سمعتم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان تصبح وانت صائم دهينا. خلي بين عليك هلا بدال الزيت البلدي، اذا كان مداهن شعرك ووشك بالزيت البلدي هلا غريبه بهالوقت، حط كريم دهان بالكريم، خلي وشك يتم عم يلمع مع لمعانه وشعر مصرح. قال ولا تصبح يوم صومك عبوسا، هي ثلاثة اجتمعوا سوا، عبوسي حاطة العقدة مثل اللي متخانق هو وحماته، مثل اللي متقاتل هو ومرته. الإسلام قال لا، بدك تصبح وأنت مبتسم في الحياة، هكذا الإسلام طلب من المسلم يا ابني. فمظهر الجمال ومظهر الكمال في الإنسان هذا الإنسان الصائم المتعبد الذي يحب التقرب إلى الله، يحب أن يكون دائما مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أكل الزيت الآن ثبت طبا بأن الزيت البلدي لا يحمل كوليسترول، اللحم والسمن عم يعمل كوليسترول في الإنسان، عم يعمل أمراض وأتعاب. الزيت البلدي قال ما في شيء. صلى الله عليك يا رسول الله، كلوا الزيت وادهنوا به. الادهان بالكريم، الادهان بالكريم عم يسد المسامات، مسامات الجلد بيسدها وعم يجعل بعض التأثرات، بينما الزيت البلدي بيمتصه الجلد، وإذا امتص الجلد بيصير الجلد لين، بنفس الوقت بيعطي نشاط وحيوية لمسامات الجلد. فالنبي كان محلل، ما هي صلى الله عليه وسلم كان طبيبا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكلام رسول الله كلام كل حرف منه يوضع بملء الأرض ذهبا. فإذا أصبح الإنسان فليصبح دهينا، هذا بس إذا كان صائم حتى ما يظهر عليك أثر الصيام، لكن دائما هي صفة المسلم يا ابني، صفة المسلم دائما أن يكون في الجمال. أما رايح على الشغل مكنفش وشه وراسه حاطط العقدة، وطالع من الشغل حاطط العقدة، شبك والله تعبان، لو كنت تعبان ما بيصح تظهر بين المسلمين وانت بعبوستك، لو كنت متخانق انت واهلك بين المسلمين ما في عبوسة، لان الله يكره المعبس في وجوه اخوانه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد رأى رجلا عابسا، بين المسلمين عابس يوم عيد هذا يوم فرح، ليش حاطط العادة؟ فقال النبي إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه، يبغض. وإذا كان الله يبغضه معناتها الله لا يحبه، وإذا كان لا يحبه معناتها لا يغفر له، فمعناها عبوس بين الناس ما في، بدك تقابل الناس بوجه بشوش. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام البسمة في وجه أخيك صدقة، إذا قابلت أخوك وأنت تبتسم كتبت لك صدقة، كأنك تصدقت على مسكين أو فقير، فهالبسمة هي صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته كان بساما، وهو متوالي الأحزان، أحزان النبي ما انفكت أبدا، أحزان وراء بعض البعض، مع ذلك كان بين أصحابه بساما. أما أن تظهر بين المسلمين بالعبوسة والعقدة ودائما الهم والغم، فهذه ليست من صفة المؤمن. ألا تعتقد يا مسلم أن الله معك؟
هي في اعتقاد ولا ما في اعتقاد؟ وهو معكم تعتقد فيها. فإذا كان الله معك كيف تكون معه؟ الله قادر، بيده التقدير والقدرة، فإذا كان بإيده التقدير وهو معك ليش لا تظهر أمامه بمظهر العبوسة ومظهر الشدة؟ كن دائما مبتسما. ليه؟ قل له من فضل الله، الله أكرمني بنعم، أكرمني برحمة، أكرمني بفضل، أكرمني، فليش لحط العادة؟ بدي دائما كون بسام شاكرا بنعم الله. فالبسمة دليل الشكر، والعقدة والعبوسة دليل الكره أو عدم الرضا عن الله. فإذا كنت راضي عن الله خليك مبتسم، لو زعلت من فلان أو تأثرت من فلان خلي دائما بسمتك موجودة إذا كان واحد زعلك. أما الخلق ما أثروا معك، ما زعلوك، فليش لا تقابلهم بالبسمة؟ ليش لا تقابلهم بالشدة؟ والمثل العامي شو بيقول؟ بيقول لا إيلي ولا طعميني. فإذا واحد بدك إجا لعندك تقول له أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل، أهلا وسهلا، وأنت حاطط العادة والله شيء بيقطع الرزق، ما بقى إحسن يفوت. بما تقول له يا ميت أهلين وسهلين، يا أهلا وسهلا وميت مرحبا، وعانقته وصافحته، شرف شرف، يعني فتحت الآبلية للفوتة، صن له آبلية فوت لعندك. أما حاطت العقدة مشان إيش؟ إيه؟ انقطع رزقك؟ لا. انقطع نفسك؟ لا. إيه؟ قلت رحمة الله عليك؟ لا. ليش حاطت العقدة إذن؟ زعلان هو ومرته، خلي زعلك ببيتك، زعلان أنت وفلان خلي زعلك محلك. أما المسلمين ما دخلوا بالزعل، لذلك رضي الله عن أولياء الله رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا إذا كان الشيخ في حالة انفعال وتأثر قال لا يصح أن يقابل أحدا من المريدين، ما بيقابل إلا وهو في حالة رضا وفرح وسرور، لأنه حالته بدها تنطبع بالأخ، جاي الأخ محب، فما لازم يقابل الأحد إلا وهو مبتسم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقليل ما يتأثروا، قليل ما ينفعلوا، لكن إذا حصل شيء قال فلا تقابله إلا وهو في حالة سرور. لما بيكون في حالة سرور بيعطيك السرور، لكن لما بيكون في حالة غير سرور بدك تتأثر منه. فهذا أدب يا ابني من آداب الشريعة المطهرة. فإذا أدب من آداب الشريعة أن تصبح يوم صومك بساما ولا عبوسا، ولا تصبح يوم صومك عبوسا، ولو كنت زعلان، ولو زعلت، ولو فقدت مالك، ولو فقدت أولادك ما بتتأثر. بيذكروا أن بعض الملوك المؤمنين رضوان الله عليهم كان عامل عزيمة للزعماء والرؤساء والوزراء، عامل لهم عزيمة وداعيهم. فالخادم حامل طنجرة المرأة، ولد ابن الملك راكد شركل بالولد، فوقعت الطنجرة على الولد، انسلق الولد فمات. اجوا خبروا الملك، قال فالملك ما غير بسمته مع ضيوفه، ما غير بسمته، تم عم يبتسم معهم. الولد مات، قال لهم حطوه بالأوضة وغطوه، وبقي على بسمته مع ضيوفه وإكرامه وإكرامه لهم حتى انتهى الضيافة. عرفوا الناس انه ابن الملك، يا مولانا ابنك توفى وانت بهالهيئة. قال حق ولدي لا يعكر صفاءكم، انتوا جايين لعندي صافين، انا اعكركم عشان ابني؟ لا. فلما انتهى دخل الى البيت غضبان، ابنه جيبوا العبد، لا شو جابوا العبد،
العبد عم يرجف، قال له يا مولانا لا تنسى قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. اذكر كلام الله والكاظمين الغيظ. قال له كظمت غيظي. ما دام الله عم يقول والكاظمين الغيظ، الغيظ الغضب لما بينفجر شو بصير؟ مثل أنينة الكازوز لما بتخضها بتفتح ايدها شو بتصير؟ تنفض لفوق. قال إيه لا تقزم، سكرها حتى ما تطلع، هذا الغضب. والكاظمين الغيظ. قال له كظمت غيظي. قال له اتمم الآية والعافين عن الناس. قال له عفوت عنك. تمم الآية. قال له والله يحب المحسنين. قال له أنت حر لوجه الله. الله يرضى عن هيك ملوك. هذا الملك يلي يطبق القرآن والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فما عكر صفاء ضيوفه مشان موتة ابنه. خلي موت الابن، واذا مات اذا مات. اما هدول شو لهم؟ شان ايش انا هدول نكد الحياة وهم قدامهم والهياهاتوا هالكذا هاتوا طعوا راسه قدام الضيوف. ماذا بيهرب قابلية الضيوف كلياتها. قال لا انتو خليكن على صفاكن، والتعكير انا بتعكر لما اخلص الجلسة. هلا حقكن البسمة. رضي الله عنهم. هي اخلاق يا ابني المؤمن. فلذلك اللي احنا بنشوف فلان زعلان بيقعد مع الناس هو زعلان، حاطط العادة خير ان شاء الله، والله متأثر، والله منفعل. طيب انت زعلان مشان شغلي، مشان ايش تدخلنا معك؟ خلي زعلك الك وخلي لنا البسمة والفرح. هذه من اخلاق الاسلام يا ابني، ان اصبح يوم صومي دهينا ايش مترجلا، ماشي على رجلي. يعني هنا شو معنى الترجيل؟ يعني تسريح الشعر، سرحوا شعركم. اي ابو محمد ما مصدح شعره ولا مدهنه، اكتركم هيك اكتركم شعركم، لكن منيح مخففين، يعني الشعر خفيف ما كثير. من اول كانوا يعملوا شو بسموه شاليش او ضفائر يعملوهن، هلا ما بقى في، يعني هيك منيح. بس زين شعرك امتثالا لمين؟ لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبح يوم صومي دهينا. هلا ما لازم طالكم، لازم نجيب أنينة زيت بلدي ونكت على روسكم كلكم، كت على راسك والدهن والشاك حتى التم دائما. قال ولا اصبح يوم، ولا تصبح يوم صومك عبوسا. صايم اما تحط العادة وتعبس في وجوه الناس، شو دخلوا الناس كاب؟ صايم خاصة بعد العصر، بعد العصر شو بيكون الصايم؟ هذا اللي جاي جوعان، وهذا اللي هذا شلونه؟ الحمد لله الحمد لله. ليش ليش ما بتكون مؤمن رجل بكل حيوية وكل نشاط؟ الحمد لله. شو تعبان بالصيام؟ لا ألف الحمد لله، الصيام منشط حتى توقع في قلوب الناس الفرح بالصيام. أما حاكي قليل الأصل، لا تحاكي الصائم بعد العصر. صدق الله العظيم. هذه أني سورة هي؟ هي موجودة بسورة إبليس هي. أما سورة المؤمن، المؤمن لا، المؤمن قبل العصر وبعد العصر كلما طال صومه حسن خلقه، كلما طال النهار أكثر الذكر والأوراد والتقرب إلى الله عز وجل. فبتلاقي دائما في فرح، في نشاط، في روحانية، دائما روحانيته بتقوى كلما طال النهار أكثر. أما اللي دائما بيدبل مثل المسحية، تعرفوا المسحية هي وردة
المسيحية مجرد ما يحط إصبعته عليها شو بتعمل؟ ترتخي. إذا كان مثل المسيحية مجرد ما نسمة هواء بيرتخي هذا سما ما عرف لسه فضيلة الصيام. هذا الجزء الأول من الحديث صلى الله عليه وسلم، أن نكون دائما في أيامنا مسرورين رضيانين عن الله، رضيانين رضيانين عن الله. شو علامة الرضا؟ ما لي شايف علامة الرضا؟ ابتسموا فرحوا بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. ما الله مين لك فليفرحوا بفضل الله. الله متفضل عليكم؟ يعني هالمجلس مو فضل الله علينا؟ صلاة الفجر ما فضل الله علينا؟ هالكرم بالصيام ما فضل؟ افرحوا بالفضل. شيخي ليش عابس؟ انت ليش عابس؟ انت نعم ايه افردها شوي، يعني خليها دائما افردها. اقرأوا ألم نشرح لك صدرك، لا تقرأوا عبس وتولى، خلي هلا عبس وتولى لبعدين. هلا اقرأوا دائما ألم نشرح لك صدرك. صلى الله على رسول الله، بده يعلمكم وانتم عم تضحكوا. دخيل النبي، شايفين ما احلى رسول الله؟ ما بيحبكم تكونوا حاطين عقدة، بده اياكم دائما شو تكونوا؟ انا بحاكيكم عم ببتسم، انتم كمان طلعوا فيي وانتم عم تبتسموا حتى نحقق ما اراد رسول الله منا. الجزء الثاني من الحديث قال: واجب دعوة من دعاك من المسلمين. الدعوة في الإسلام واجب تلبيتها لمن كان له وقت أن يلبي الدعوة. الدعوة سواء كانت لعرس أو سواء كانت دعوة طعام أو لفرح، فواجب المسلم أن يساعد أخاه المسلم في فرحه. إذا فرح تفرح معه، إذا زعل تزعل معه، هذا واجب المسلم أمام أخيه المسلم. أما بيكون عنده عزاء وجيرانه فاتحين التلفزيون ومعلينه وعلى الغني، لك يعني ما في شعور؟ لك جيرانكم متوفين، لك شو دخلنا فيهم؟ كل واحد كان عنزة معلقة من كرعوبة، ما دخلنا فيهم، ما في إحساس الدين، ما في إحساس الإسلام. بيننا المسلم يا ابني صاحب شعور، المسلم شعوره مرهف، دائما بيشعر بإخوانه المسلمين. فإذا كان واحد من المسلمين متأسف ما بيصح، ما بيصح تفرح، ما بيصح تضحك. ليش؟ لأنه المسلم دائما أخو المسلم في كل أحواله. لحنا هلأ عم نفرح كرامة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مع بعضنا، لكن خلينا نحكي الحقيقة. لما منروح لبيوتنا وكل واحد منا عم يشوف أسى المسلمين، في واحد منا عم يضحك ببيته؟ أنا من جهتي لا والله ما بضحك. القنابل عم تنزل على رؤوس المسلمين، عم تتدبح الأطفال وعم تتقتل ونضحك؟ المسلم دائما صاحب إحساس بإخوان المسلمين، لكن لما بنجتمع مع المسلمين ونقعد معهم نظهر الفرح حتى ما تتأثر قلوب المسلمين في حال. فمن واجب المسلم إجابة الدعوة. فإذا دعاك أخوك المسلم، والدعوة دائما إخواني أستعرضكم لمحة بسيطة عن الدعوة. الدعوة أول كل أن لا تكون مختصة بالأغنياء. إذا اختصت الدعوة بالأغنياء فشر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام، لأنه يدعى منه إليه الأغنياء ويترك منه الفقراء. أما دعوة إلى البيت، دعوة مع
الأحباب مع بيجيب شرط أن تعرف وقت اللي بدك تدعيه، أن يكون له وقت يعطيك من هذا الوقت، وأن لا تضيع له الوقت الذي أعطاك إياه. دائما إخواني، أغلى شيء في الوجود كما ذكرت لكم، أغلى جوهرة في الوجود رب العزة قدمها للإنسان، شو هي؟ الوقت، الزمن. أغلى جوهرة في الكون الله قدم لك إياها هو الوقت. فما بصح نصرف الوقت فيما لا فائدة فيه. بدك تدعي واحد على الغداء، تقول له الطعام حطه واحدة ونص، بده الأقل واحدة ونص، بيجي هو واحدة وربع، واحدة ونص بنحط الأكل بيأكل، وبعد الطعام فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين حديث. أما نجي قبل بساعة وقعدنا وأكلنا وبعد الأكل كمان قعدنا ساعة، يضيعنا هذا وقته، صاحب البيت ضاع وقته. وقت أو بيجي الضيف لسه الأكل ما استوى، إنه واحدة ونص، يعني قال والله الضيوف لسه ما أجوا، إذا الضيوف ما أجوا أنا شو دخلت؟ أنت وعدني واحدة ونص تحط الأكل، ما بينحط الأكل للتنتين ونص، ولحتى ناكل، وبعد الأكل بدنا نجيبه كمان الفواكه، وبعد الأكل الفواكه بدنا نجيبه الحلو، وبعد الحلو روحت ثلاث أربع ساعات من شان لقمة أكل، ما بقى بدي لقمة الأكل أنا، لأنه الوقت يا ابني غالي، الوقت غالي. أنا هلا ما عم جيب دعوة، وإن كانت دعوة واجبة ما عم جيب دعوة، كأنه ما في دعوة تنقضى بساعة إلا عم يروح مني ثلاث ساعات. هذول ثلاث ساعات أنا بفسر فيهم آيتين قرآن بكتبهم للمسلمين بينتفعوا فيهم مدى الزمن، بتعب لخدمة المسلمين، أما مشان نفسي أنا ما بدي. فلذلك إني لما بدك تدعي إنسان بدك تعرف زمنه ووقته. أما ندعيه إيه والله الضيوف ما أجوا، نستنى الضيوف لحتى يجوا ولحتى يستوي الأكل ولحتى نحط الأكل وحتى يروحتوا لنا ساعتين ثلاثة، لذلك ما عدت أنا أجبت دعوة، وما حدا يتأثر مني، لأنه إجابة الدعوة واجبة شرعا على أنه ما تضيع لي وقتي. لكن لما عم يضيع الوقت، والله يا ابني أنا أغلى على وقتي، أغلى على وقتي من حياتي. وصدقوا والله يا أخواني، والله كثير من الأوقات بعض أوقات بقعد بلا أكل مشان الشغل. لو ذكرت لكم امبارح، هاي الشيخ، ها الشيخ منير قاعد معي بشاي، من بعد امبارح ما طلعت من هون بالمكتب، قاعدة واحدة للساعة أربعة ونص قبل المغرب عشر دقائق، نزلت والله شفت العيال دقيقتين، شلونكم عابزين شيء؟ قال لا السلام عليكم، غير هالكلمتين ما حكيتهم، ما عندي فراغ. تعا شيخنا مشان بقى بدك تتغدى عنا. أنا هلا لو سألتكم أنو أفضل بالنسبة لكم، نوم من الصاعد زمان ولا أكل خاروف؟ أنو أحسن؟ نوم الصاعة. فإذا كان يا ابني بدي يروح على الغداء، راح وقت النوم، وهي وقت القيلولة سنة، لأنه بدي يستعين فيها على العبادة اللي الله أكرم فيها. أما بروح لأتغدى راح وقت النوم، وإذا راح وقت النوم كمان الصبح ما بيتستطيع، أنه فيه أشغال. الأوقات يا ابني يلي بينظم وقته بيعرف وقتك، ما لازم يضيع منه دقيقة، ما دقيقة. والله النفس بعض أوقات بحاسب نفسي عليه، إذا خطيت خطوة بدون ذكر بعض أوقات بحاسب نفسي. فقديش الوقت لازم يكون غالي. فإذا كان دعوت لازم يا ابني ما تضيع وقت اللي بتدعيه، كذلك المدعو ما يضيع وقت اللي بيجي لعنده. لذلك نزل في القرآن آية الصقلاء، ثقيل الدم الغلظة، الله نزل آية فيهم في القرآن. هذول مين؟
كانوا يجوا لبيت النبي قبل الطبخ، قبل ما يستوي الطبخ. امتى بيحطوا الاكل؟ بيستوي الطبخ ساعة واحدة من 12 يجي لعند النبي. السلام عليكم، كيف صحتكم مولانا؟ ان شاء الله بخير. قعدوا تموا يستنوا لحتى ياكلوا. طيب حطينا الاكل، اكلوا، بعد الاكل كمان قاعدين، كمان قاعدين. النبي فز يطلع يرد يرجع، يرد يطلع يرد يرجع، يعني معناتها تحركوا لكم شوي بقى قاعدين. والله عم نتبارك بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله أنزل بعدين الآية جل جلال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما مشان استوى ولا ما استوى. وبعدين فإذا طعمتم فانتشروا، قوم امشي، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. حق عنده شغل، مهمات دولة، مهمات أمة، بده يركب وزارات الدولة، وزارات الأمة كلها بإيده، بده يخطط لدولة. وأنت يا أخونا بالله قاعد بده يتبارك، إيه قاعدين بدنا نتبارك بالشيخ، بيجي واحد كمان بده لعند الشيخ، بقضي حاجة الإخوان أنا، بس احكي حاجتك وامشي. أما بيجي والله يا شيخي شايف منام من 20 سنة وجاي بدي أحكي لك يا ما شاء الله، من 20 سنة حافظ المنام وهلا بده الشيخ يفسر له يا. ومثل ما بيقولوا اللي بياكل بينام ما له منام، خليها لطيفة. وبيعب بده بقى، لا يا ابني، يا ابني خلوا دائما شعور بشعور الغير. لو واحد دخل لعن مريض والمريض اخذ شربة وقعد عند المريض، وشلونك وكيف صحتك وكيف احوالك وشلون الاولاد وشلون، ولك بطنه عم يقرر بده يطلع لبرا، وشلونك خلاص كيف صحتك وان شاء الله بخير والسلام عليكم. دائما اشعروا بشعور الغير يا ابني، واجب دعوة من دعاك. فمن دعي، النبي قال فلم يجب، من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا اذا ما اجاب، اذا كان اذا عنده وقت وما اجاب، ما اجاب ليش؟ بده يحرق دمه، ما بده يجي لعنده، زعلان منه، هذا اللي بيدخل في اللي. قال ومن دخل على غير دعوة، واحد كمان مشوف ماشيين بيمشي معهم، وين والله الشيخ وين رايح منروح معه. ومن دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. مغير يعني مثل اللي بيعمل الغارة، شلون بيعمل غارة؟ بيهجموا بيغتالوا بيطلعوا، هذا كمان فات، أكل وطلع. مدعو؟ لا، إذا مالك مدعو لا تدخل. أنا كثير بعض أخوان بيدعوني بعض أوقات، بروح سيدي مالك جايب حدا معك؟ بقول له أنت دعيتني إلي، ما قلت لي معك حدا، بروح لحالي. وإذا حدا بده يروح معي بقول له يا أبي أنا ما ممكن، أنا قال لي وحدك تجي، أهلا وسهلا. نبينا هيك عليه الصلاة والسلام، أتى رجل دعا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة معي، بجي أنا وعائشة. قال وحدك يا رسول الله؟ قال له إذن لا آتيك. ما لها إجلال. رد مرة ثانية عزمه، قال له أنا وعائشة معي. قال له وحدك يا رسول؟ قال له إذن لا آتيك، ما بيجي. مرة ثالثة قال له أنت وعائشة؟ قال له هلا بيجي لعندك. صلى الله عليه وسلم عم يعلمنا شلون بدنا نتعامل مع الناس. بدك تجي بتجيب معك اثنين، خلص بياخذ اثنين. ومرة دعي النبي عليه الصلاة والسلام ماشي هو وأربعة من الصحابة والنبي الخامس، وإذ واحد لحقهن، هذا شو بيسموه؟ طفيلي، لحقهن.
وين ماشي معه هون؟ والله نتبارك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وين رايح؟ طيب بلكي في جلسة خاصة، بلكي في بحث خاص، بلكي في عمل خاص. لا، النبي الباب تفت، هو جايب أربعة وهو الخامس، بس شافهم خمسة وهو السادس. فلما صاحب البيت فتح الباب سلم النبي عليه، قال له إن هذا تبعنا ولم ندعوه، نحن ما قلنا له تفضل، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رددته، قال نحن ما جبنا معنا. فقال له يا رسول الله ما دام إجا معك خليه يتفضل، نحن نقبله. ما بيصح يدخل، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، يعني انتهب نهبه وخرج. فالإسلام نهى عن ذلك. فإذا دعيت تجب حسب الدعوة، اجي لحالي جيب معي حدا. فإمتى بنحط الطعم؟ هذا كله لازم نعرف بالنسبة للدعوة. مرة دعوني بعض أحباب، قلت لهم إمتى بنحط الأكل؟ واحدة ونص. واحدة ونص قلت لهم أنا بجي عنكم واحدة وربع، واحدة ونص باكل. طيب رحت واحدة وربع عنده، واحدة وثلث ما في شيء، لسا نص إلا خمسة ما في. يا جماعة وين؟ واحدة ونص مدوا الشل، جابوا زبادي لبن، قلت له أعطوني خبزة يا سيدي، قلت له هاتوا خبزة. أكلت خبزة ولبن. إنسا ما أجوا الإخوان بدهم يجوا، أنا مالي ما مطمئن إنه استناهم، أنا قلت لكم واحدة ونص، أكلت خبزة ولبن، السلام عليكم. وأنا طالع البعض منهم جايين والبعض إنسا ما أجوا، بدأوا الأكل الساعة 2:30، كنت أنا وصلت لبيتي وقعدت عم بشتغل بشغلي. فما بصح انه نتأخر، بدنا نتعلم آداب الشريعة المطهرة. وأجب دعوة من دعاك من المسلمين. يا سلام، إذا من دعاك من المسلمين قال ما لم يظهر المعازف، ما لم يظهروا الطنطنة والدأدأة والرأس، قال فإذا أظهروا المعازف فلا تجبهم. إذن الدعوة من غير معصية، أما إذا بده يصير فيها معصية فالأفضل أن لا تجب دعوتهم. إذن إجابة الدعوة شو حكمها؟ إذا وافقت عليها، إذا قال لك دعوة قلت له إن شاء الله بيجي خلص صار واجب، ما زلت ما عندي إمكان ما في عليك اسم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، لأنه مثلا ما عزمك عمل حسابك بالأكل، عزم عشرة عمل الأكل لعشرة، إذا أنت ما رحت معناتها بده يزيد الأكل عنده. فدائما لا تخسر أخوك المسلم ولا تضيع عليه حقه، وهذا من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. كم خصله؟ انتوا هلا بالجامع لكم حق على بعضكم، حق المسلم على المسلم خمسه: رد السلام، اذا قلت لكم السلام عليكم وعليكم السلام، هذا حق شرعي، اي مسلم سلم عليك بدك ترد عليه السلام. وعيادة المريض، اذا مريض مريض بدك تروح تزوره، والزيارة قديش؟ الزيارة شو الفواق؟ فواق حلبنا الناء، من ريحها خمس دقائق منرد نحلبها، هل دقيقتين بين الحلبة الأولى والثانية هذا شو يقال له؟ فواق. يعني بدك تقعد عند المريض دقيقتين، دقيقتين فوت خير إن شاء الله، والله صدري عم يجاني، بتحد إيدك بسم الله بتقرأ له الفاتحة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك،
وصلى الله عليه وسلم. قال له أنت ادعي لي كمان، قال لك الله عز وجل يجزيك الخير، السلام عليكم. هاي زيارة تدعي له بيدعي لك بدي ظهرك تمشي. كثير من الناس أنه هذا حديث أن الواحد ما يأخذ عند المريض شيء. نعم يا ابني نعم، ما بصح تأكل عند المريض شيء، ويلي بتأكله عند المريض هذا الثواب تبعك، بينما الأجر إذا ما أخذت شيء طريقك روحة رجعة يكتب لك في الجنة. من عاد مريضا، هذا الحديث، لم يزل في مخارف الجنة حتى يرجع. مخارف يعني بساتين الجنة. من عاد مريضا لم يزل في مخارف الجنة حتى يرجع، يعني روحتك ورجعتك طريق في الجنة، ما لم تنال عند مريض شيئا. فإذا أخذت شيء فهذا الإجرة تبعك، أكلت سكرة، شكلي طاي، فنجان قهوة، هذا الإجرة تبعك، وخسرت طريق الجنة. لأنه الإسلام، الإسلام عالم، الإسلام كامل. كل يوم كم واحد بيفوت لعنده؟ فايتين طالعين، ساولنا فنجان قهوة، ساولنا شاي، ساولنا قهوة، ساولنا شاي. والمرأة بدها تجلي، بدها تمسح بيتها، بدها تشطف، بدها تغسل، ولسه ساولنا شاي وساولنا. في كتير بعض النساء تقول الله يوصف عمري يا يوصف عمره ويخلصني، شو بدي لحق له للحق له للسارح، صح ولا لا؟ في هيك ولا لا؟ مش ان الإسلام قال لا، خليكي بشغلك، خليكي بشغلك، لا تتكلفي بشي. بفوتوا السلام عليكم، وعليكم السلام. كثير يا شيخي بس كاسة ليموناد، لا 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 لا، نحن ما بناخذ شيء. مرة شيخي، والله رحت لعند شيخي اللي ده عم بدرس عنده، مريض، زرته، قدم لي، لك يا أستاذ، قلت له ما بصير نتناول شيء. قال لي إجا بالخاطر، عم بدرس عنده شيخي. قلت له يا شيخنا، قلت له جبل خاطرك أعظم ولا جبل خاطر النبي أعظم؟ قال لي لا النبي. قلت له النبي عم يقول ما نتناول شيء، فأنا بسمع كلام النبي، ما بجبر خاطرك قدام شيء خاطر من النبي. قال لي اعتبرها هدية. قلت له لا هدية، متى ما شفيت اذبح لي خاروف بجي باكل، على خاروف بجي، أما على سكرة هلا. تأثر شوي، لكن العلم يا سلام ما أحلى. بعد شوي حكى للي قاعدين، قال له والله الشيخ طلع إيمانه أقوى من إيماننا، فهمه للدين أقوى من فهمنا، ما دام النبي عم يقول خلاص احنا منطيع النبي. قالوا لي لا سيدنا، ما بصير نتناول شيء، ده كان عم نفوت وناكل. قلنا أبدا. فقالوا له بعد اليوم ما بقينا نتناول شيء عندك ما دام المرض. هذا الإسلام يا ابني. وأجب دعوة من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا المعازف، فإذا أظهروا المعازف فلا تجبهم. وصلي على من مات من أهل قبلتنا، أهل القبلة المسلمين، كل مسلم مات علينا أن نصلي عليه، وإن قتل مصلوبا أو مرجوما. المصلوب المشنوق، هلا شنقوه، بعد الشنق نصلي عليه. المرجوم يلي زنى وهو متزوج، متزوج خان مرته وراح التقى مع غيرها، فشو جزاؤه في الإسلام؟ جزاؤه أن يقتل رجما بالأحجار. المرة بدها حقوقها أكثر من هيك حقوق فيه، هي قتلنا الرجل بالأحجار على راسه وعيونه ومناخيره، وسلخ بالأحجار حتى يموت، لأنه خان زوجته، والزوجة كمان إذا خان الزوجة هي كمان بالأحجار. فبعد ما يقتل منصلي عليه. أما يقول واحد إنه أخي أنا واحد فاحش زاني أنا صلي عليه، لقد تاب، ما دام إنه ارتجم الرجم صار مغفرة لذنوبه، فغفرت ذنوبه بدك تصلي عليه لأنه طاهر ما بقى فيه ذنوب، صلى الله عليه وسلم. وصلي على من مات
من أهل قبلتنا وإن قتلا مصلوبا أو مرجوما، فلئن تلقى الله بمثل قرب الأرض ذنوبا، ملء الأرض ذنوب، لو جب أتيت إلى الله خير لك من أن تبت الشهادة على أحد من أهل القبلة. شو تبت الشهادة؟ يعني تقطع تقول هذا ما من أهل الإسلام، هذا ما مسلم، هذا ما مؤمن، هذا الله ما بيقبله، هذا ما داخل في الدين، هذا لا. أنت شو عرفك؟ لا تنسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن أخوين أحدهما كان صالحا والثاني كان فاسق، فكان الفاسق قاعد تحت والصالح فوق طابقين. كان أخو الصالح كل ما فات يا ابن أخي توب إلى الله، لك يا أخي ترك معصية، يا ابن أخي يا أخي. فمرة من المرات بيظهر تقل له يا هالعيار أنه إذا ما بتتوب الله بيعمل الله. فالعاصي قال له يا أخي اتركني، هل أنت إلهي الذي ترزقني أم أنت إلهي الذي تعافيني؟ تركني، الله شايفني، لما الله بيتوب عليه بيتوب عليه. فغضب أخوه هذا اللي تقي صالح، قال له والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بده يحكم علي؟ اشهدوا علي بأني جعلت ذنوب العاصي على الطائع وطاعة الطائع للعاصي. تبديل، تبديل. فتاب العاصي وأقبل على الله ووقع الطائع في العصيان ومات عليه، مات على المعصية. شو الله ما بيغفر له؟ ليش انت بتملك رحمته؟ فأوعي إذا كان واحد عاصي مذنب كذا ولو كان عاصيا إذا مات بنصلي عليه. أما الإمام قالوا له والله فلان مات، لا والله لا أهرب من كل الحي، ما لح أصلي عليه، ما بصلي عليه، هذا واحد فاسق فاجر ما بصلي عليه. أليس يقول لا إله إلا الله ما دام قال ولو مرة بحياته مرة؟ فما بيجوز إنه نتركه. لا تقطع الشهادة عن أحد من المسلمين. والحديث ثلاث من أصل الإيمان، من جملتها من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب مهما عمل، مهما ارتكب من خطايا، ما في ذنب يكفر الإنسان، لا نكفره بذنب سواء قال أو فعل. لو زنى وشرب الخمر وأكل الربا وارتكب المحارم وقال مرة لا إله إلا الله فلا يجوز أن نكفره بذنب. من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي عمل عمله ما بيخرج من الإسلام، مسلم. فإذا كان مسلم واجب عليك تصلي عليه، واجب عليه. والنبي قال صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. صلوا على كل ميت بالطبع من المسلمين، وجاهدوا مع كل أمير. وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله. متى ما قال هالكلمة هي بتصلي عليه إذا مات، وبتصلي وراء إذا صلى إمام تقتدي فيه. أما واقع في ذنوب معاصي أنت ما بتدخل بينه وبين الله، ذنوبه بينه وبين الله، أنت ما دخل. لعل الله أن يغفرها له بكلمة لا إله إلا الله، لعل الله أن يعفو عنه، أنت لا تتداخل. اتركوا العبادة لخالقهم،
لحنا اللي علينا أن نصلي على من قال لا إله إلا الله ونصلي خلفه. وفي حديث من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر. من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة. والصلاة على من مات من أهل القبلة، متى ما كان يقول لا إله إلا الله نصلي عليه. أما هذا بيقول عاصي والثاني بيقول فاسق والرابع بيقول فاجر، هذا ما منصلي عليه، هذا كان لا يأذن. احذروا يا أحبابي أن تحرموا أحدا من أهل القبلة من الصلاة إذا كنت موجودا وأتوا به إلى الصلاة. إن مات منصلي عليه، وإن صلى إمام منصلي وراه. أما خلينا ناتي هلا إلى بعض الله يهدينا ويهديهم اللي بيعتبروا حالهم أهل دين. إذا كان فلان بيؤمن إنه في الأولياء والأولياء إلهم نفع وإلهم كذا، ما بيصلي وراهم، هدول كفرة. عم ينسبوا يلي بيحب الأولياء ويلي بيجالس الأولياء إنه هدول صاروا كلهم كفرة. أعوذ بالله. إذن يلي فتح الشرق، مين اللي فتح الشرق؟ يلي فتح الشرق الجيش الإسلامي؟ لا، الجيش الإسلامي رجع. يلي فتحوا هن أهل الله، هن أولياء الله، يلي دخلوا الإسلام على بخارى وعلى طاشقند وعلى أندونيسيا وعلى كل هذول من الشيوخ. هلا صار الشيوخ يلي كانوا أدمى كلهم كفار، وهذول هلا مسلمين. منشان تنتبهوا قد شو صاير بالبلد، كثير يلي عم ينسبوا الصالحين. ولولا يا ابني الشيوخ تم اسلام لهلا. الشيوعية قديش تمت في روسيا؟ قد 70 سنة. 70 سنة والاسلام ثابت باقي. مين اللي خلاه يبقى؟ يلي خلاه يبقى الشيوخ أصحاب الذكر والطريق، هذول اللي خلوا. وإلا خلوا واحد يصلي. أنا رحت على قرشاي الله يرضى عليهم، حكولي اجتمعت هنيك إمام مثل الجبال الله يرضى عنهم ويرضى عليهم، يقولوا لي والله لما نصلي واحد يفوت يصلي ولحنا واقفين برا، إذا شفنا أي واحد من بعيد في علامة نترك صلاة. عم يصلوا خفية واحد وهن واقفين برا مشان ما حدا يحس عليهم عم يصلوا. ف70 سنة عم يصلوا سرا وخفية، وعم يحضروا مع الشيوخ ذكر الله يلي ثبت الإيمان لهلا. هدول يا هل ترى اللي عم يقولوا انه هدول الشيوخ كفرة، هن شو انتاجهم في الحياة؟ شو اسمروا في الحياة؟ فابني الإسلام عم يتحارب من الداخل. ما نسأل الله، وين من الخارج؟ هي من برا ومن جوا، لكنه دين الله، دين الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. 10 مرات لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا، وسابقة إلى قبورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جاوبكم على الأسئلة. نرجو إكمال الحديث. حق المسلم على المسلم خمس، تكرم عينك: رد السلام، وعيادة المريض. يلي بده مشان يكتب على مهلكم: رد السلام، يلي ما كملوا يكملوا: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إذا واحد عطس شو بنقول له؟ يرحمك الله. رواه البخاري ومسلم. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة مريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إذا كان هيك حديث ما كتبتوه عطوني خبر، فإذا أقول حديث كذا كتبكم إياه مشان ما يضيع عليكم شيء. من هو المصلوب؟ المصلوب كان يصلبوه على جزء النخل أو على العمود يصبوه، هلا شنق بشنقوه. المشنوع هذا مصلوب، فشو سبب الصلب؟ جريمة بيكون مرتكبها قاتل قتيل فيقتل. فإذا كان صلب فبيكون الصلب كفارة للخطيئة. ونرجو من الشيخ الرضا، رضا الوالد على الولد، الله يرضى عليكم جميعا رضاء لا سخط بعده. أنتم وآباؤكم وأمهاتكم وأبناتكم وأزواجكم، كيف نقضي الصلاة مع التراويح إذا كنا نصليها وحدنا؟ وكيف نصليها مع الجماعة؟ وهل يجوز أن نفتح القرآن ونقرأ منه ونحن نقضي الصلاة مع صلاة التراويح؟ هيا أبني، هي طلعت بدعة، يعني أنه المصلي وراء الإمام بيفتح المصحف، هذا ما صحيح يا ابني، هي ما صحيحة ولا ثبتت بعمل من أحد السابقين. ما بيصح تفتح المصحف يا ابني والإمام عم يقرأ، بدك تزبط له. ليش؟ لك أن تستمع. الله قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال تبعوا له وقرأوا معه. القراءة وراء الإمام ما بتصح أساسا. بدك تسمع، إذا قرأ الإمام أنت بتسمع، تقرأ فاتحتك مع فاتحته بعدين تسمع. أما نفتح مصحف هذا غير صحيح، لا بالتراويح ولا بغير التراويح. كما أنه شلون بدنا نصليها صلاة التراويح إذا صليتها وحدك؟ لما بتصلي وحدك بتصلي قضاء، مع القضاء تنوي سنة التراويح، ما لي شيء. السنة مع الفرض ما لي شيء، تدخل ولو ما نويتها يكتب لك قيام الليل. فلو واحد صلى مثلا عشر فروض حب انه يقضي عشر فروض، عظيم، كتب لك قيام الليل وقضاء الصلاة. واذا مع الامام كمان بنقرا الفاتحة في كل ركعة، نرى الفاتحة ونركع ونسجد مع الإمام، فلما بيسلم منفذ بيفز بين الركعتين، هو ما في غير أول خلق الله صلوا عليه بيفز دغري، بتكمل صلاتك مع الإمام بالركعتين الثانية. ندعى أحيانا إلى حفلة مولد بمناسبة حفلة زفاف، فنجد أهل الفرح قد أقاموا الفرح أولا على المعازف بعدين مولد أو بالعكس. هاي كمان صايرة، نحن بنحضر المولد وبنمشي، نحضر المولد ونمشي،
هذا إذا كان المولد كمان فيه فائدة ونفع، إذا ما في فائدة تعتذر. أنا هلا بعتذر أنه بحطونا البلفات هدول، يعني عم يسمع الأذان عم تتعب، لذلك لما عم يكبر ما عاد يعرف يسمع، عم يتقل السمع بالكبر. فهدول لازم يا نمنعهم يا أما ما منحضر. أنه قديش بيفتحوه هون، يعني صايرين المنشدين مثل اللي عم يغني بالحمام، إذا ما سمعوا نغمتهم ما بيطلع بإيدهم يحكوا. خلينا نرجع للأصل يا ابني أحسن، الله يتوب علينا.